هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مساء الخير عليكم جميعا في هذا المباشر لبرنامجكم تكتيك على أوريزون تي في وعلى سيت انفو بالعربية. قدروا تواصلوا معنا من خلال الصفحات ديالنا، كذلك قدروا تدخلوا تزوروا الموقع ديالنا، الموقع الرسمي الخاص بآخر الأخبار والمستجدات الرياضية www.siteinforiada.ma أو عبر الصفحات ديالنا لا أوريزون تي في ولا سيت انفو بالعربية. وكذلك تقدروا تتابعوا البرامج ديالنا والفيديوهات والبرامج الأخرى السياسية والرياضية وبرامج المجتمع عبر القناة ديالنا على اليوتيوب. بطبيعة الحال فضلا وليس أمرا كنتمناكم تبارطاجوا معنا ضيفنا، تكون فيه مجموعة من المعطيات مهمة، آخر المستجدات الخاصة بقضية الرجاء ولقاء العودة مع الزمالك المصري. كثيرة وقعت المستجدات خلال هاد الأمسية، فيها اجتماعات متواصلة، مكالمات، طلوع وهبوط بين الرباط الدار البيضاء ومكالمات مصر والاتحاد الافريقي وغيره من الامور. الرجاء مكتب مدير الرجاء انقسم الى قسمين، قسم بطبيعه الحال مشى لعند المندوبيه وعدد باش يشوف شنو الامور كيفاش غتكون، وقسم انتقل الى عند رئيس الجامعه ليتباحث مع سبل الحديث مع الاتحاد الافريقي على امكانيه ديال تاجيل المقابله او شنو هو الحل الانسب. الرجاء يتوصل برسالة رسمية من طرف المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، كذلك وزارة الداخلية وعمالة الحي حسني اللي فيها بطبيعة الحال ملعب الوزير كيدرب فيه فريق الرجاء الرياضي، وفيها وجوب إدخال لاعبي وطاقم الرجاء إلى حجر صحي لمدة أسبوع معه وتصبح اللائحة لاغية. إنما الفرق هنا فين كاين؟ الرجاء الآن أصبحت عنده القوة القاهرة. واش غيعترف الاتحاد الافريقي بهذه القوه القاهره؟ هو اللي مشات فيه البعثه الثانيه لمكتب مدير الرجاء اللي كان فيها جواد زيات ومعه ناس اخرين المكتب المديري، وكانوا في تباحث مع رئيس الجامعه وتكلموا مع الناس الكاف والناس النقد التلفازي والناس المسؤولين على تنظيم المقابله وتكلموا مع نظرائهم المصريين الى اخره. ما خلص عليه جميع الاجتماعات بما في حالة الكورونا والتعزيز بالقرار الخاص بالمندوبية الجهوية وزارة الداخلية إلى آخره إلى آخره، منع الرجاء من السفر وإلزام الفريق لدخول الحجر الصحي لمدة أسبوع. الكاف لديه قوانين معينة ولديه حالات. فالكاف بعد تدخلات من الرجاء والملف ديال الرجاء والتباحث وكذلك تدخل الوساطة ديال رئيس الجامعة اللي هو في نفس الوقت ما يمكنش يكون حكم وطرف، لأن كانت عنده نفس الحالة مع حالة حسنية أكادير اللي واجهها فريق نهضة بركان واللي انتصر بمناسبة. غنرجعوا لهذ المقابلة لأن أثارت جدل كبير على مستوى التحكيم هذه المقابلة هذه، وغنشوفوا حالة التحكيم مع السي محمد الموجة. وكاين حالة حولية كوناكري اللي انهزم قبل قليل وأصبح بيراميدز هو خصم فريق نهضة بركان. هنيئا للفريقين العربيين نهضة بركان وبيراميدز، ومرة أخرى مواجهة مصرية مغربية بكأس الكاف بعدما كانت العام اللي فات، ولكن الخصم الآن نوع من نوع آخر بيراميدز أو نادي الأسيوطي السابق بعد دخول رأس مال سعودي من بعد ولا إماراتي. أصبح نادي بيراميدز بإمكانيات مادية محترمة ولاعبين مجربين، غادي يواجهوا نهضة بركان بالرباط في نهاية كأس الكاف، نهاية الثانية على التوالي لفريق نهضة بركان، ونتمنى إن شاء الله تكون ثابتة بالنسبة لفريق نهضة بركان. فالاتحاد الافريقي طلب رسميا من الرجاء البعث بجميع دفعاته بما فيها التي تمثل القوه القاهره، المراسلات الخاصه بالمندوبيه وزاره الصحه وكذلك وزاره الداخليه وكذلك عماله الحي حسني اللي كيجي فيها التراب ديال ملعب التدريب ديال فريق الرجاء والوداد بجوج نفس التراب بطبيعه الحال بالوزيز. ومن ثم على ضوءها غادي يكون اجتماع طريقة الله أعلم واش فيديو كونفرنس أو شنو غيكون ديال لجنة الطوارئ لتأداد هو القانون. ولو يكون أي عدد من المصابين شرط تكون عندك 14 اللاعب في اللائحة تقدر تمشي تلعب المقابلة. الآن أشنو هو السند اللي غادي ياخذوا لجنة الطوارئ؟ هل سيأخذون بدفعات الرجاء الخاصة بالقوة القاهرة؟ أتمنى تكون هناك ولاسة اللي كيتحدثوا على المصريين ويكون ضغط رهيب باش يتأتى هذا الأمر ويستطع الرجاء
يلعب على الاقل بتكافؤ الفرص مع الزمالك، على الاقل اعيد واكرر، على الاقل بتكافؤ الفرص مع الزمالك. ولا اقول انه يتاهل او ما يتاهلش، هذا الشيء كره القدم. الى الزمالك كانت احسن في لقاء العوده، فالزمالك خصو يتاهل. تضارب الاراء والمواقف غادي نرجعوا ليها، بقاو معنا ما تشوفين كما قلت فضلا وليس الامر ان نكون معكم البارطاج، لان غادي يكونوا معطيات. عندنا اعلاميين مصريين كذلك اللي داو بدلو ديالهم، عندنا تصريح رئيس الزمالك، وغيكون معنا السي محمد بالعودي كذلك الذي يتابع المعطيات اولا باول باخبار السي محمد العودي بطبيعه الحال مدير نشر موقع سبورت وان او سبورت واحد اللي غادي نرجعوا ليه ان شاء الله بعد قليل. انما في البدايه غنمشي عند السي محمد الموجة، لان بزاف الناس طلبوا منا البارح قالك ودي لا ولقاء نتبارك، عارف جدل كبير واحتجاج رسمي لفريق حسنيه اكادير على التحكيم. بطبيعة الحال هذا الاحتجاج اللي كان عليه دوافع خاصة بالتحكيم اللي كان في المقابلة ديال تبركان، واحتجوا ضربة جزاء إلى آخره إلى آخره. سي محمد الموجه غادي نتصلوا به بطبيعة الحال باش ناخذوا معاه رأيه في التحكيم ديال هذه المقابلة بطبيعة الحال، وغادي نشوفوا شنو اللي نقدروا نقولوا كخلاصة عامة في هذه المقابلة. هل فعلا ظلم حسنية أكادير من الناحية التحكيمية؟ هل فريق حسنية أكادير كان له الحق في الاحتجاج؟ في مجموعة من المعطيات عليهم، بقاو معنا ما تشوفين. بداو بالسي الموجه، ثم انتهى الكلام. سي وزارة الصحة تمنع الرجاء من السفر، قرار سيادي ولا يحتاج إلى لا سي نور الدين كرف الصحفي. أنا متفق معك، أنا معك في هذا القرار. قرار سيادي مغربي، إنما كتعرف الأجهزة الدولية، هذه الأجهزة الدولية أو الاتحادات هي مستقرة على قرار الحكومات. يعني يقول لك سيدي تمنعك بلادك تسافر، يقول لك هذاك أنا منظم مقابلة مثلا، راه حتى الغدا الآن الكاف طلب من الراجا عاد باش يصيفط له المعطيات، وعلى ضوء هذه المعطيات غادي يدير القرار ديالو بطبيعة الحال فريق الرجاء الرياضي بطبيعة الحال، وغيستقبل القرار. غنشوفوا شنو غيكون القرار، أتمنى يكون في صالح فريق الرجاء الرياضي بإذن الله. غادي نتصلوا بالسي محمد الموجه بعد قليل. إخواني كيتصلوا بيا دابا ما غنجاوب حد، لأنه حنا يلا بدينا، يلا كنلوصوا القوانين ويلا كنصير عفوا المواضيع في هذه الحلقه، وبالتالي خصنا نستقبلوا الضيوف ديالنا، ناخذوا الاراء الاخوان، ومن بعد منها عاد باش نفتحوا الخطوط باذن الله في برنامجكم تكتيك على اوريزونتي. فانا كنتصل بطبيعه الحال بالسي محمد الموجه. هل تعتقد ان كاف سي لا سي نور الدين؟ لا اعتقد شيء، أنا تنقول لك ودي أتوقع أي شيء. أتمنى أن قرار الكاف يكون متزن ويتماشى مع قرار السلطات. كما غنعاود نقول لك، لجنة الطوارئ تستند على معطيات ممكن تفاجئنا، الله أعلم. الله أعلم. أنا كنعاود نقول لك الله أعلم، ممكن تفاجئنا هذه القضية، إنما لا أظن، لأن ممكن أن كما قلنا أن الطرف المغربي يكون عنده دور في هذه المسألة. يعني كنتصل بالسي محمد الموجه، الله يجازيك بخير سمعتي، كنتصل دابا بواحد الرقم سي محمد الموجه، ما عرفتش بالضبط واش الرقم الاول الثاني. سي محمد دوختيني، ما عندنا من ما عندناش ليا دي، ما عندنا ما نديروا بهذه العصبه اللي فيها. لا خويا ما كاينش شي، ما عندنا ما نديروا هذه العصبه اللي فيها الفاصل. اخطاء تحكيميه كاينه، والكل يتكلم. اتصل مصطفى حو صديقي وخويا، وتوحشتو كثير سي مصطفى. حسنيه ما كانش خصها ضروري الدخول في حجر صحي، غريب ما يحدث، لماذا لم يقوموا بمنع حريه كره القدم الدخول؟ ام للاسف المصريين انديتهم الاعلاميين استفادوا من بانديتهم من كره بين الرجاء والوداد، وهذا سببه. غنقرا الراي ديالك بعد قليل سمحتي، عاود تصيفط الراي ديالك. كونوا كثار سي نور الدين، لا اخالفك الراي في هذه المساله، وانا اتمنى وانت عارف هذه القضيه سي نور الدين، فلا داعي لهذا. بالعكس انا كنقول، انا كنعطي معطيات تنحلل المعطيات اللي امامي، ابري شنو تنتمنوا تنسوق نعطي التحليل ديالي من بعد ان شاء الله. على الخط معنا مباشره الخبير التحكيمي سي محمد الموجه. سي محمد الموجه اهلا وسهلا الاخ محمد امين، تحيه ليك
تحية لكل مشاهدي ومتتبعي اوريزون تي في. تحياتي لك سي محمد موجه، وشكرا انك معنا. بطبيعه الحال كما طلبت من الاخوان البارح، قلت لهم ودي خصنا نخليو السي موجه يشوف المقابله ويعاودها، وديك الساعه غادي يبني قناعات تحكيميه تقنيه اللي كتبقى وجهه نظر للسي محمد موجه على حسب الشوفه ديالو القانونيه، ويمكن ناس اخرين لديهم وجهه نظر قانونيه اخرى. احتجاج كبير لحسنيه اكادير من مسيرين والجمهور ومكونات الفريق على التحكيم اللي كان يوم امس امام نتبركان، واللي عرفت تاهل نتبركان. نحن لا نتكهن مع تاهل نتبركان، نتبركان ماشي صدفه لانه ديجا كانوا دومي فيناليست، فيناليست دابا راهم فيناليست مره اخرى نتبركان، دونك حنا ماشي مع فريق صدفه، انما هل كان فعلا هناك حالات مثيره للجدل وغيرت من معطيات المقابله؟ هو من خلال المجريات ديال اللقاء لكانت حالة تحكيمية اللي هي قابلة للنقاش، ويمكن يختلفوا فيها جوج ديال الناس، ولكن انا بالنسبة لي كانت الاحتجاجات شوية مبالغ فيها ديال اللاعبين، ان كانت شوية ديال النرفزة ديالهم، وكانت بخصوص ان في مجموعة ديال القرارات اللي اتخذت في هذه المسألة. غير هو التوطئة الكبيرة سي محمد امين ولا سمحتي، الحيثيات ديال المقابلة والظروف ديال المقابلة باش نكونوا واضحين، وحتى الجمهور اننا نقربوه في هاد الامور، باش قلت لك انايا منين كتتخاد شي قرارات راه هي اللي كتخلي دائما داك الناس باش كتكون داك الريبه، داك الخوف، وداك داك المنطق ديال المؤامره كيولي كيحدث. انا واحد التدوينه اليوم درت هذاك، لانه اللائحه ديال الحكام اللي كانوا معتمدين واللي خرجات باللغات الفرنسية الإنجليزية والعربية، إنه الكاف عزل 17 الحكام و16 الحكام مساعد باش غادي يشاركوا في واحد التدريب، على أساس أنهم غيديروا المقابلات ديال الزانتر كلوب ديال الشامبيونز ليغ وديال لاكوب ديال الكاف. إلا أن بالنسبة لي أنا تفاجأت وطرحت سؤال اللي هو سؤال منطقي، وسؤال اللي منين جيت البارح لقيت في الغرفة الفار أنه كاين عادي الزراق والبرنسي، تسألت شنو هي الدواعي والدوافع والحيثيات والمعطيات اللي اعتمدت عليها لاكاف انها تعين الحكام ديال الفار من المغرب، وانهم غير مصنفين في ليليت ا باش كنسطر على هذه المساله. انا هنا المساله بالنسبه لي طرحت هذا السؤال. المهم اتصل بيا واحد الاخ هذا قال لي بانه حقا الحكام المغاربه نهار الخميس راهم دخلوا في ذاك التربوس، راهم نهار الخميس وهما مع اللجنه ديال التحكيم وكذا وكذا وكذا. انا بالنسبه لي من الخميس الاثنين انها غير كافيه باش غادي يكون فيها داك التدريب، واش غادي يتلقى فيها الانسان جميع داكشي اللي تلقاه الحكام في الربع ايام اللي داز او الخمس ايام اللي داز. هذه هذا من جهه. المساله الثانيه، الا كانت بالنسبه لي انه لاكاف بغات تستافد من التجربه المغربيه ومن الدور اللي لعبوه الحكام المغاربه في الفار انهم قادوا مقابله ديال الفار، فبالاحرى انه كان يكون فيها الناس اللي مصنفين في ليليت ا، كان ممكن يكون نور الدين الجعفري، كان ممكن يكون مصطفى اكركاد. انا هذه اسئله طرحتها مشروعه بدون ما نسيء لشي شخص معين او بدون ما نلمح لشي شخص معين. هذه اسئله اللي كتبقى مطروحه كمتتبع للشان التحكيمي لا الوطني ولا الافريقي ولا العالمي، لان هذه كتبقى لنا من خلال المعطيات اللي عندك. حنا ما كندخلوش للكواليس وما كنعرفوش شنو كاين في الكواليس سي محمد امين. هذا اللي خلى ذاك الحاله ديال التوجس، وخلى الناس ديال اكادير انها فاش بدات تناقش هذه المسائل ومشات كانوا معصبين في هذه القضيه. فنرجعك الحاله التحكيميه باش ما نطولش على المشاهدين الكرام، انا كانت الحاله الاولى ديال ضربه الجزاء ديال اللي تعلنات ضد البوفتيني لصالح ياجور، ونعطيك الراي ديالي عاد نعطيك الحيثيات ديالها، لان كان تاكل بار ديرير، وتاكل بار ديرير توجور باش نكونوا نعطيها المساله ديال لو تاكل بار ديرير من خلال الخبراء اللي قرينا عليهم الاساتذه الكبار، لا فاروق بوزو ولا عبد الكريم الزياني الله يرحمه ولا السي محمد باحو، من الناس اللي ديال الفوق دائما بانه لو تاكل بار ديرير واخا يدير اللعاب اللي دار لابد يكون غادي يرتكب لافوز. لان مشاو الناس ديال اكادير قالوا بانه البوفتيني راه ضرب الكره عاد انه قاس اللعاب، ولكن الكره لا مازال وقع له كونتاكت تلامس بينه وبين اللعاب، وبالتالي كتبقى ضربه جزاء مستحقه لصالح فريق قرار صحيح. القرار صحيح. غير هو لمجانب الصواب هو الحكم ما علنش عليها في انت هذاك النقابو ضل النقابو ما علنش عليها في الوقت ديالها، دار هو كورنير حتى دار له الاشاره يا جور ذاك الفار
هما اعتقدوا بانه راه مشى مع 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 الفار، راه يا جور هو اللي طلب مني نمشي للفار. جات ديك كما كنقولوا الدقه مع قلت امين، جات مع الاشاره ديال يا جور مع الحديث ديال الغرفه ديال الفار. هنا كانت تدخل موفق ديال الغرفه ديال الفار باش نشيدوا بكل واحد نعطيه الحق ديالو، وانه شار له بانه كاين واحد الغلط، كاين قرار وقناعات، ان ملي كيعيط له هذا كيقول له انا عندي قناعات مخالفه للقناعات اللي اعتمدت عليها نتايا في اتخاذ القرار ديال بعدم اعلان ضربه الجزاء. منين مشى الحكم وشاف اللقطه كيتبين له بان كاين هناك تلامس بين من الخلف بين الرجل ديال البوفتيني، ولو انه هو اللي سبق الكره ولكن كانت هناك العرقله واللمس ديال الاسقاط ديال اللاعب يجور داخل منطقه الجزاء، والقرار كان صائب في هذه المساله. اللقطه الثانيه وهي اللي باش نعطيو لكل واحد الحق ديالو، اللي تسجلات اصابه واللي كانوا طالعين الناس ديال اكادير قبلوا الاصابه بانه الاصابه مشروعه وبان ما كاين حتى حاجه، حتى غادي تدخل الفار وغادي يعلم الحكم بعدم الاستئناف ديال اللاعب، راه تم التاكد من الحاله. انا بالنسبه لي غير الحاله ما كانش كتقتضي 4 دقائق و20 ثانيه من اجل المعالجه ديالها ومن اجل الوقوف عليها، لان بالنسبه لي كاين واحد برجو كلاسيك كان لاعب دايو متقدم بالراس ديالو، وبالخصوص المغاربه هنا يلاه داروا واحد التدريب على التقنيه ديال الخط الوهمي، ولا كان الاستفاده من التجربه المغربيه غيكون تجربه بكامل القوام ديالها، وربما غادي يتم الاعتماد ديال هذه المساله، وكان ممكن الحسم تقريبا في دقيقه ولا في 40 ثانيه غيتم الحسم في الحاله. وبالتالي انه هنايا كان القرار بالنسبه لي باش نتل الناس المكونات ديال حسنيه اكادير، لو انه كانت غتكون هناك نيه مبيته او لا غتكون واحد المساله كان ممكن ان تحسب هذه الاصابه وهم ما قبلوا لهذا، ولكن هنايا كان تدخل الصائب لا ديال الغرفه ديال الفار ولا ديال الحكم اللي مشى مع القرار ديال الفار اللي اعتمد بان كاين هناك تسلل تقدم ديال دايو، لان هو اللي ضرب الكره بالراس ديالو عاد ردت من الحارس لعند ياجور باش سجل الاصابه ديالو وتم الالغاء ديال الهدف ديال هذا السبركان. نجي للحاله ديال الدقيقه 56 واللي هي اللي غادي تثير الجدل وغادي ترفقها مجموعه ديال الانذارات، وغير في تمرد ديال اللاعبين ديال 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 حسنيه اكادير، وهي الحاله ديال الاعلان عن ضربه الجزاء واللي هي حاله مركبه. الكل ما عرفش القرار ديال الحكم علاش صفر، كاين اللي كيقول بانه صفر على لمسات يد ديال صديقي، كاين اللي كيقول بانه على خطا اللي ارتكبه اللاعب البوفتيني على اللاعب العشير من خلال الصور المتوفره. لان بعض الاخوان اتصلوا بي كيقولوا بان الناس ديال الفار عندهم واحد الزاويه رؤيه واحده اخرى مخالفه اللي كتبين من مور الشبكه وحقا ما كتبون. انا جاوبت لبعض الاخوان قلت لهم الا كانت هذيك الزاويه خصها تكون مقدمه للجمهور، لان باش كتكون قرار مقنع كما كنتبعوا في البطولات الاوروبيه، ملي كتكون الحاله اللي كيعتمد عليها الحكم ديال الفار وكياخذ بها القرار السليم كتبان للجمهور باش كيكون القرار مقنع وكيكون قرار نهائي بالنسبه لنا حنا من خلال الصوره اللي كتبان بانه اللاعب صديقي ضربات الكره في البطن ديالو، بمعنى ما كاينش لمسه يد. وحتى بالنسبه للحاله ديال اللي كيقولوا بانه كاين خطا ديال البوفتيني على اللاعب العشير، ما كيبانليش بانه هنا بالنسبه لي خطا، حتى لو كان خطا الصوره لم تساعد. كاين لقطه اخرى عطيتها لخالد اذا سمحتي السي محمد، راه عند خالد من غير هذه اللقطه ما كتبينش الصوره. نعم. لم تساعد، كاين لقطات مركبه انما الاعاده لم تساعد. شنو رايك في هذه اللقطه اللي هي خلفت هذا الجدل الكبير؟ هذا الجدل باش نمشي معاك انا نمشي مع دابا نمشي انا حتى مع القرار ديال الحكم ومع القرار ديال 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 ديال, ديال, ديال الغرفه ديال الفار اللي ما تمش المنادات على الحكم من اجل المشاهده ديال اللقطه. فالحكم الا كان البوفتيني ارتكب هذيك المخالفه العشير راه كان في المواجهه ديال المرمى، وكانت العمليه ديال الدفع ديالو والاسقاط ديالو خص تكون منع فرصه سانحه للتسجيل، وبالتالي توجيه الورقه الحمراء للاعب البوفتيني. هذا بالنسبه لي هنا فاش كيدخل التوجس، هنا فاش كتدخل بانه الحكم غير مقتنع بقراره. الا كان القرار ان القرار هنايا مقتنع بالقرار ديالو خصو يكون كامل مكمول من جميع الجوانب ديالو، كان خصها تكون العقوبه التقنيه والعقوبه الانضباطيه، لانه ملي تصونت دازت الكره عند العشيره كان في المواجهه ديال المرمى وكان غادي يضرب الكره غادي يسجل. الا كان اعتقد مشينا مع هذا الاتجاه ديال بانه البوفتيني انه حرمه باش انه يوصل الكره، مع العلم ان بالنسبه لي من خلال الصوره انها غير واضحه ما كتبينش الخطا ديال البوفتيني. وانا بالنسبه لي هنا كيبقى دائما النقل التلفازي، كتبقى زوايا ديال النقل التلفازي كتبقى دائما كطرح مجموعه ديال الاشكالات. انا بالنسبه لي من خلال الصوره المتوفره البوفتيني لم يرتكب اي مخالفه، وضربه الجزاء
لم تكن في هذه المقابله، وهنا حتى الحكام ديال الفار كان ممكن انهم يتدخلوا ويساعدوا الحكم، ومن خلال الاعادات اللي كيعطيو غادي ممكن غادي يعطيوه داك الزاويه ديال الرؤيه ديال اللي مور الشبكه كتبان في 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 الجهاز ديال الفار، ممكن انه المخرج انه يقبطها ويبينها للمشاهدين الكرام، وكنكونوا حسمنا الجدل، وكنكونوا اننا بينا للمشاهد الكريم شنو هي زاويه الرؤيه الاحق باش خدا بها الحكم القرار ديالو، وبالتالي كنكونوا قضينا على الجدل وكنعطيو واحد القرار اللي هو نهائي. ما دامت ان هذه الخطوه لم يتم القيام بها هنا، واش كتبقى تطرح مجموعه ديال الاسئله وكتطرح الاداء ديال الحكم خصوصا في هذه الحاله، واللي جات موراها مجموعه ديال الانذارات للاعبين اللي وصلت لسته ديال الانذارات اللي تلقاو اللاعبين ديال حسنيه اكادير. سته الانذارات كانت هي الحصيله اقصاء الحسنيه منه كانت اخر مباراه البركاوي، انما الواضح بان التعامل مع الفار ماشي فقط هو مشكل عندنا في المغرب، اللي اتضح لنا ان القاره باكملها عندها مشكل في التعامل مع الفار، او حتى التصوير لا يتناسب هو المميزات والمعطيات التي يمكن ان تساعد حكما على التعامل مع الفار. بطبيعه الحال سي محمد امين، سبقنا على الامواج ديال اوريزون تي في هضرنا على هذه القضيه على المقومات ديال استعمال الفار، ولا لاحظت سي محمد امين شوف غير الخطوات اللي تبعتها اوروبا راه حنا ما غنوصلوش لاسبانيا فوقاش اعتمدت التقنيه ديال الفار. نعم ياك السنه اللي مضات اعتقد عاد اعتمدت التقنيه ديال الفار. علاش الناس الا بغاو يستخدموا واحد التقنيه واللي غتكون تعطيهم الاضافه راه خصها سنوات من العمل، سنوات من الاعداد، سنوات من التدريبات، وسنوات من الدراسه باش يمكننا نطبقوها. راه ما يمكنش غير لحقاش انسان فاق ونعس انه بغى يدير واحد الحاجه انا نجيو نديروا الخاطر نقولوا نديروها بدون ما نوفروا الارضيه ديالها، بدون ما نوفروا المقومات ديالها باش يمكننا نستعملوها، او لا غير باش يقولوا علينا الناس باننا اول واحد من اللي دار التقنيه في افريقيا او لا في العالم العربي او 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 او. انا هذه المسائل خصها تكون متجاوزه، الا بغينا ندخلوا واحد التقنيه اللي تخدم الكره المغربيه والكره الافريقيه راه خصنا نوفروا لها الظروف والملابسات ديالها. ولا لاحظتي دابا سي محمد امين انت شوف افريقيا وكتشوف غير واحد الحكام اللي كيدوروا في الغرفه ديال الفار، غير واحد العدد قليل اللي كاين في الغرفه ديال الفار، وهذا كيطرح اكثر من علامات استفهام، بمعنى التكوين ديال الفار راه واحد التكوين مخالف للتكوين ديال الحكم في ارضيه ديال الملعب، لان بالتقنيه ديالو بالقراءه ديالو السريعه للاعب بالتواصل حتى باللغه باش غيمكن لك التواصل وداك الرد الفعل اللي كيكون عندك، بمعنى واحد 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 لوبسيون مخالفه لهذاك، يمكن ان كيجتمعوا في المواد ديال القانون وفي التفسيرات ديالها وفي التاويلات ديالها، ولكن كممارسه فهي بعيده كل بعد عما يقع داخل الملعب، لانها واحد التكوين اللي هو من نوع خاص وخاص واحد البروتوكول اللي هو دقيق جدا، وخاصنا سنوات اللي غادي نخدموا عليه ونتدربوا عليه الا بغينا نطبقوه وبغينا نستافدوا منه. ونفس الشيء باش كنديروا السي محمد امين راك زاد الزيف في الاعلام فتره طويله، وكتعرف القيمه ديال النقل التلفازي، كتعرف القيمه ديال الكاميرات ونوعيه الكاميرات، وبالخصوص البلاسمو ديال الكاميرات، وهذا كله الا ما كانش مخرج اللي كيكون رياضي واللي كتكون عنده داك العين التقنيه وكيشوف اللقطه اللي غادي يركز عليها باش غادي يقربها للمشاهد، راه ما يمكنش نعطيه واحد الصوره اللي هي لائقه، ما يمكنش نعطيه واحد الصوره اللي تكون مقنعه، وما يمكنش نعطيه واحد الصوره اللي هي جميله للمشاهد الكريم، لان وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي قرب المسافات وقرب كل شيء للناس. الناس راه ولات كتفهم في الكره، ولات كتفهم في القوانين، ولات كتفهم في اللقطات، ولات كدير في كل شيء في واحد نقطه من العين، وكاينين وليدات تبارك الله في واحد المستوى عالي كيفاش كيعالجوا المعطيات وكيفاش كيمشيو ويدرسوا هذه المسائل. هذا بمعنى راه ما بقاش الوقت فين غادي نبقاو نلعبوا في الظلام، وما يمكنش فين غادي نبقاو نكذبوا على الناس، لان المسائل كلها واضحه، وما نبقاوش اننا اللي بغينا نخدموا راه خص يكون العمل الجاد باش يمكن لنا نعطيو واحد الكره اللي تكون جميله، واحد الكره اللي تكون مميزه، واحد الكره اللي تكون نظيفه لا في المحيط المغربي ولا كذلك في المحيط الافريقي. حدث ثاني تحكيمي غريب في تصريحين بطبيعه الحال الرحيمي السي محمد ابو سهل وكذلك محمد فاخر في اخر خرجاته الاعلاميه، اكد على لسانه بانه الرحيمي قال له اليوم قبل المقابله جا عنده قال لهم فينا هو رقم 21، قال له انت يا راه عندي شكوى من الزمالك تيشتكيو منك تيقولوا انت كطيح وكدير تمثل بزاف فما حضر راسك. واش هادشي مقبول؟ هذا كلام ديال الرحيمي
بطبيعه الحال ما يمكنش الرحيمي يخترعها، ما يمكنش يخترع الكلمه لان ما عندها حتى معنى يخترع الرحيمي بكل صراحه، لان ما طيحش راسه هذا ما يجيش يخترع فيلم. ولا اقول بانه الحكم قال او ما قالش، انما هادشي قالوا اللاعب. والان اللاعب كنظن بان من يعاود القصه محمد وعاود السي محمد ابو سال وهذا يعني هي قصه حقيقيه ديال اليوم قاعد يقول لي شهيد العالم بانه ظلم الرجاء. شنو رايك واش حكم من حقه يمشي عند اللاعب ويقول له مثل هذه الكلمات؟ هذه انا مساله بالنسبه من الناحيه الاخلاقيه غير مقبوله السي محمد امين. المساله الثانيه انها غير مقبوله، المساله الثانيه هو ان الا كان هذا الشيء بالفعل وقع راه من غير مسموح للحكم باش يقول له عندي شي كلمه، معناها انت عندك اتصال مباشر مع الناس ديال 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 مع الفريق الخصم ديالي. كتقول جاتني شكوى من عند الناس، هنا عندك اتصال مباشر مع هاد الناس. وهذا يتنافى مع الاخلاق الرياضيه، يتنافى مع البروتوكول ديال الفير بلاي ديال الفيفا اللي كتكون دائما باش الانسان يكون واحد لو فير بلاي ويكون واحد التقديم ديال ديال ديال, 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 ديال العداله كروية بين فريقين باش تحكم بين فريقين. بالنسبه لي هذه مسائل غير مقبوله، وانا على يقين بان هذه التصريحات الى وصلت ولا كفر خصو يتفتح تحقيق في المساله. وصلت النظره وصلت لان باش خصو يتم الوقوف على هذه المساله، لان بالنسبه لي هذا فيه نوع من الترهيب الا كانت هذه الحادثه صحيحه باش ما نمشيوش لهذاك الخبر اما يقولوا دائما يحتملوا ويحتمل ان بالنسبه لي اذا كانت هذه القصه انها حقيقيه خاص يتفتح تحقيق في هذه المساله، ان فيها نوع من الترهيب للاعب المعني بالامر، فيها نوع من من من, من الافشاء ديال الاسرار المهنيه بالنسبه للحكم، وبالنسبه حتى لانه كاين تاثير على الفريق المنافس، لانك عندما تصرح بانك تتصل بالفريق المنافس بان راه عندك ديجا علاقه معهم، بان عندك تواصل معهم، هذا اللي يقدر ياثر على الفريق في خلال الاداء التحكيمي ديالو. وانا بالنسبه لي على يقين بانه لاكاف، اذا كانت لاكاف انه هذا كل، ولو انني بالنسبه لي في وقت الراهن ما اظن في ظل الظروف اللي كتعيشها اللجان ديال لاكاف أنا خصني تفتح تحقيق في هذه المسألة، وخص التاخذ المتعين لأنه المحيط ديال لاكاف يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى واحد يسمحوا لي المشاهدين الأوفياء نستعملوا واحد التلميذ هذه واحد الكراتة باش أنك يمكن لك تحيد كاع جميع الشوائب اللي ممكن أنها تضر بالكرة الإفريقية، لأن كفانا من هذه الرائحة التي أزكمت الأنوف في الوقت اللي كنشوفوا الدول كيفاش أنها تسوق كرتها، كيفاش انها كتعطي المنتوج ديالها، كيفاش انها كتستحوذ على قلوب الملايين بالمنتوج ديالها. كنشوفوا حنا مازال كنعيشوا في العصر ديال الظلمات، مازال كنعيشوا في الكولاسه، مازال كنعيشوا في بعض الاشياء اللي كتخدش الروح الرياضيه وما كتخليش داك المنافسه الشريفه، وبالتالي انها يجب هذه المساله كتبدا خصها تبدا من المسيرين ديال ديال ديال, ديال الانديه، من المسيرين ديال الاتحادات الوطنيه، من المسيرين ديال الاجهزه ديال لاكاف باش يصرعوا هذه المسائل، لان الانسان اللي غادي يدير هذه الممارسات راه غادي تندار عليه هذه الممارسات. فكفانا من هذه المساله باش ما يمكنناش نستمروا في هذا النزيف، وما يمكنش نستمروا في هذه الاجواء المحتقنه بالنسبه لي اللي فيها نوع ديال الاحتقان، ولينا كتخدش الكبرياء ديال الكره العالميه، لان بالنسبه لي الكره هي متعه، الكره هي اللي ولات كتقرب المسافات بين الشعوب، ما يمكنش اننا نبقاو دائما كنمشيو دائما نقلبوا على صاحب البدله الملونه، ودائما كنمشيو نتوجسوا فيه ونتخافوا منه ونقلبوا عليه اكثر من كنقلبوا على الخصم. لان الا لاحظتي راه التتبع ديالي للبطوله الفرق الوطنيه كتبحث على الحكم اكثر من كتبحث على الخصم، وكتدرس الحكم اكثر من كتدرس الخصم. يمكن الامور وصلت لواحد الباب اللي هو مسدود، وخاص اعاده النظر باش نرجعوا الاعتبار الكرة المغربية وكذلك الكرة الإفريقية، إلا ما اتخذتش إجراءات اللي تكون أنها استعجالية باش يمكننا نطهروا المحيط، باش يمكننا نزرع واحد النوع ديال الثقة في الجماهير اللي هي ولات عاشقة متتبعة للفرق ديالها، راه ما غيمكنش نعطي واحد المنتوج كروي في المستوى. تحياتي السي موجه وشكرا على المولود ديالك معنا. شكرا سي موجه. وانا كذلك ممتن. شكرا شكرا سي موجه، تكون سمعتوا وجهه نظر سي موجه. تصويب، فشفت واحد التعليق خاص بلو بروفيل اللي سميتو الاسم ديالو ندى البناني. هذا اللي غنقول لك دابا كلام شخصي وماشي كلام قانوني، كلام قانوني كل حق دير اللي بغيتي قانونيا. قالت لي ودي فانا اعتذر لانه باي حال من الاحوال ما عنديش حق نتكلم ديك الطريقه، باي حال من الاحوال واعترف بانه
واخا يكون نيت فو بروفيل لو ميم لو فري بروفيل ما كانش عيط كلمه وبالتالي اعتذر شخصيا. اما قانونيا واداريا فطبيعة الحال كي جميع الحريه والحق بطبيعه الحال. انا كنتكلم من ناحيه شخصيه وشكرا، هذا فقط للامانه بطبيعه الحال. تكلمنا على القضيه ديال وما يترتب عنه هذا القرار. رسميا السلطات تمنع الرجاء من السفر، الرجاء يدخل الحجر الصحي. الكل الان غادي في اتجاه تاجيل الرسمي للمقابله، وحتى الكاف غادا في اتجاه لانها غتحترم السياده ديال الدوله. الدوله السياديه كتقول هذا اللعاب خصو يدخلوا 7 ايام ديال الحجر الصحي ممنوعين من السفر. وكنظن بان الكاف عندها علاقات مع الدول بما فيهم المغرب، وكنعرفوا العلاقه الكبيره اللي كاينه ما بين الاتحاد الافريقي والمغرب. واكبر دليل ان مؤتمر الكاف او الانتخابات الرئاسيه الكاف راه غتجرى باذن الله عندنا هنا بالمغرب ان شاء الله. وبالتالي اظن على حسب اخر الاصداء اللي عندي فالامور غاده في اتجاه التاجيل. وباذن الله هذا هو اللي خصو يكون ان شاء الله باش الرجاء يكون كامل الصفوف ومن ثم ينتصر. مرحبا به. ديجا الزمالك عنده امتياز ديال الانتصار لقاء الذهاب، باقي لقاء العوده. اليوم تيتكلم الفرنسيه والكاميروني، والكاميرون كانت مستعمره فرنسيه وبالتالي اللغه الثانيه عندهم هي اللغه الفرنسيه. فالرحيمين تنظن فهموا مزيان وعرفوا شنو قال لي، وما يمكنش الرحيمي يعاود هذه القصه هذه لمحمد فاخر واللعابه والطنطاوي والاستاذ ابو سهل وهاد الناس كاملين يكون اختار عامل وحي الخيال، ما اظن ذلك. والدليل حكم انجليزي والحكم وجميع الحكام والنقاد والمحللين والصحفيين والمدربين واللاعبين السابقين، شيبورا ما لعبش في الرجاء، لعب في الكاك، اجمعوا بان اليوم كان خارج النص وفي اتجاه واحد. لا راه ما حسبش اورجو، والاورجو ترى في العالم ما تحسبوش، راه كاين ما تحسبوش 4 6 8 اورجو، انما هذوك دي بينالتي دي كارتو، راه دو بينالتي على الاقل، وحده كاع في الدقيقه 14 باقيين 0 0 نشوف واش غيوقع موراها. هذا نقاش مفتوح. على الخط معنا مباشره الصحفي والزميل مدير النشر بموقع سبور 1، سبورت 1 او سبور 1، شنو الافضل اسم تيعجبك السي محمد بلعودي؟ اللي قلتها السي امين مرحبا. لا ما خصني نقول الاسم الصحيح، الكوميرسيال والمهني بجوج. اللغه الثانيه في ديالنا في المغرب راه هي الفرنسيه، كنقول سبور. تحياتي وشكرا انك معنا على المباشر السي محمد بلعود. بارك الله فيك، شكرا على الدعوه وكنتشرف اني نكون معكم. يمكن كلشي الان يتتبع حيثيات طلب التاجيل الذي تعزز اليوم رسميا بقرار السلطات وزاره الداخليه ووزاره الصحه ودفعات فريق الرجاء. يمكن عندك تفاصيل اكثر، شنو يمكن نقول هذا الموضوع الان اللي اصبح هو النقاش رقم واحد في الاوساط الافريقيه حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كيف تبع الجميع بطبيعه الحال يعني فريق الرجاء الرياضي، وكاننا كنتكلموا الان على نتمنوا الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولكن كاننا كنتكلموا على بؤره ديال الفيروس داخل فريق الرجاء الرياضي. يعني من يرتفع العدد الان لتسعه ديال الحالات، وبطبيعه الحال تسعه ديال الحالات معنا كنقولوا بان الفريق ولا كامل مخالط. يعني ممكن تكون حالات اخرى لا قدر الله في الفحوصات اللي غيجرى الفريق يوم غد. الى درنا غير دراسه اللائحه ديال الفريق الافريقيه فغنلقاو بان يعني اكثر من نصف الفريق يعاني بين اصابات وبين المعاناه من الفيروس ديال كورونا. زاد القرار الاخير ديال السلطات المحليه، السلطات ديال وزاره الصحه والسلطات المحليه بمنع فريق الرجاء من السفر. الفريق الان كيتخلى عن الطائره اللي كان غيكتريها من اجل السفر الى مصر، لان كتعرف داكشي كيكون بالوقت وبالتاريخ محدد. الان ما كايناش رؤيه واضحه، ما كاينلاش الفريق غادي يبقى يعني كي انا محتاج الحافلة الطائره وهو ما عندوش يعني تاريخ واضح للسفر. بالتالي يعني بحال كنقولوا ان جميع الترتيبات اللي كان دايرها يعني مرتبه فريق الرجاء الرياضي من اجل السفر فهو الغاها نظرا للوضع اللي هو كاين. اللي خص يكون مهم دابا هو يكون ملف قوي، لان يعني هذا هو الاتفاق ربما اللي كان بين سقجع وبين جواد زياد رئيس ديال فريق الرجاء، ان يكون ملف قوي
يتقدم للجنه التقنيه اللي كاينه في المغرب، وهي اللي غتوضع هذا الملف امام لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي من اجل اتخاذ القرار اللي هو مناسب. كان كذلك يعني تصريح ديال مرتضى منصور، وان كان ما بقيناش كنعتبره حسب العقوبه اللي تخات في حقه رئيس فعلي للزمالك، ولكن باقي شخص مؤثر داخل الفريق وباقي عنده علاقات ديالو. ولكن هو هو, هو بقوته كمحامي فهم بان كان قرار الدوله السيادي راه القرار غيمشي للتاجيل، يعني هو راه فهم راه يمكن بغى يربح نقطه ولا شي حاجه بحال الله اعلم، ما مشيش بسوء النيه ولكن هو تيفهم مزيان القانون. تفضل السي بحال يعني ملي كيكون قرار سيادي راه ما يمكن حتى شي واحد انه يعني انه يخرقه او انه ياخذ شي قرار معاكس، لان قرار ديال الدوله عندك يعني بروتوكول صحي خصك تحترمه، فبالتالي راه الصحه ديال اللاعبين والصحه ديال الاطقم الطبيه الاطقم المرافقه وديال الحامل الامتعه اللي مصاب راه اهم من هذه المباراه اللي غادا تلعب. بالتالي وكاين ربما متسع من الوقت، يعني الان بعد نهايه ديال الدوريات يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادا تضغط بان خصك تلعب يعني المباراه في التوقيت ديالها اللي هو مرتب له. وما كنتكلموش على اصابات مثلا ديال اللاعبين، هذا مصاب الاسبوعين هذا مصاب الاسبوع، اكثر ما كنتكلموا على يعني حاله ديال كورونا، يعني وباء اللي هو الان كيجتاح العالم، وباء اللي يعني تصابوا به يعني اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي كما تصابوا من قبل لاعبين ديال انديه اخرى، ولا قدر الله كان ممكن حتى اللاعبين ديال الزمالك يتقاسوا لو ان فرجاني ساتي مثلا جمعهم في الطائره وما جاش بوحدو، كان مع المنتخب وجا بوحدو، كان ممكن انه ينقل العدوى للزملاء ديالو. بالتالي هذا وضع وبائي وكاين قرار سيادي، يعني مفروض ان الرجاء غادي يحترم يعني القرار، ومع ذلك خصو يقدم يعني ما كنقولش مبررات، لان المبررات عنده غير الدفوعات ديالو تكون دفوعات مقنعه وتقدم الملف بطريقه اللي هي قويه. كنظن بان المسيرين ديال الرجاء عندهم زعما من التجربه من الكفاءه باش انهم يقدموا ملف يكون متكامل، عندهم لجنه طبيه اللي كيشرف عليها سي العرسي، بالتالي كنظن ان الاتجاه اللي غيكون كنظن بان ممكن انه يكون تاجيل، لان فريق الرجاء الرياضي ما يمكنش يتنقل لمصر. هذه دول المعطيات اللي كاينه دابا، اخر اخبار كتقول بان الامور غادي تمشي للتاجيل في انتظار دفعات الرجاء. بزاف ناس كتسال لماذا لم يكن التعامل بنفس الطريقه مع فريق حسين اكادير، شنو يمكن تقول في هذه المساله هذه؟ صحيح، دابا هنا كتبقى المسائل القانونيه وكل واحد كيف يفسر القانون، ولكن الى رجعنا اي القرار التاجيل مازال ما خرجش رسمي، ها باش الناس تفهم، حنا كنناقشوا دابا باقي كلنا كنناقشوا معطيات وتسريبات، ولكن رسميا راه ما كاين حتى قرار. تفضل سي محمد العودي. غير باش نوضح السي امين علاش واقيلا الناس الان كتكلم على هذه، باش نوضح هذه المساله كيتكلموا على التاجيل لان شي واحد ربما دار شي صوره مفبركه عن بين سبور كتقول بان قرار التاجيل جاء بناء على منع السلطات، فهذيك انا كناكد، انا اتصلت الان بشي مسؤولين ديال الرجاء قال لك ما كاينش الكلام، يعني ما كاين حتى شي تاجيل رسمي، وديك الصوره اللي تما ربما صوره مفبركه ماشي صحيحه نسبوها للقناه بين سبور القطريه. يعني انا كما قلت الملف ديال فريق الرجاء الرياضي تكلمنا على شنو الفرق بينه وبين حسنيه اكادير. الفرق هو ان حسنيه اكادير يعني خدعوا الامور او خدعوا الحجر الصحي والبروتوكول الصحي في المغرب، بمعنى لا الرجاء لا الوداد لا الانديه اللي كانوا جاوا من برا كان فرض عليهم انهم يخضعوا الحجر الصحي في المغرب، يعني البروتوكول الصحي ديال المغرب. يعني الرجاء كون مشات لمصر كانت مفروض عليها تخضع البروتوكول الصحي اللي دايره مصر. الفرق اللي كاين هو ان الرجاء ما سافروش، يعني يكون مشاو الرجاء اللي وقع المشكل تما غادي تكون يعني ترتيبات اخرى صحيه اللي خص يخضع عليها فريق الرجاء الرياضي. حسنيه اكادير التبريرات اللي تعطات للمسيرين ديال النادي 48 ساعه قبل 48 ساعه قبل، هو يعني الفحوصات اللي تخداو بها كانت 48 ساعه قبل المباراه، وبان الفريق عنده يعني امكانيه ديال اشتراك 11 لاعب وثلاثه في الاحتياط. المبرر الاول بالنسبه للرجاء ما يمكنش، لان باش نقولوا الرجاء غيمشيو حتى المصر ويديروا يوم الخميس اللي هي كتشكل 48 ساعه قبل المباراه اللي غتجرى السبت ما يمكنش، لان الرجاء الان منوعه من انها تسافر.
باش انها يعني تمشي وتعود للفحص الطبي. ثم الى كان مثلا غتمشي يسمح يعني البعثه ديال الرجاء او الناس اللي هما سلبيين في البعثه ديال الرجاء انهم يسافروا، فاللاعبين اللي هما مصابين ما غيمشيوش، بالتالي ما يمكنش يخدعوا لهذا المعطى ديال اجراء الاختبارات قبل 48 ساعه من 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 يعني المباراه. هنا علاش قلت بان الحالات كتختلف، يعني حتى في القانون الان خصنا نكيفوه على حسب الوضع، يعني انا في واحد الوضع اللي هو استثنائي، موسم استثنائي، كاين قانون كاين قرارات، ولكن ملي كيجي مثلا قرار سيادي فما يمكنش الفريق الرجاء الرياضي غيخرق القرار ديال المنع ديالو وغادي يسافر لمصر. بالتالي الرجاء الان ممنوع، يعني ما عندوش الحق انه يمشي ويدير 48 ساعه قبل. هنا الاتحاد الافريقي خصو ياخذ هذا المعطى بعين الاعتبار ويعرف بان يعني المبرر ديال فريق الرجاء هو مبرر مقنع، وثانيا ماشي مبرر غير من اجل تاجيل المباراه، لان فريق الرجاء الرياضي حتى البارح هو وضع جميع الترتيبات من اجل السفر، اذا به يفاجئ بالحاله ديال كورونا. نعم. وما يمكنش نلومهم دا نقولوا لا، حتى الناس كيتكلموا اللعابه خرجوا من الحجر الصحي، اللعابه ما كانوش يخرجوا كذا. هذا الفيروس حتى واحد في العالم ما يعرف كيفاش كيتقاس به الانسان او كيفاش كتنتقل العدوى. وكريستيانو في المعسكر للمنتخب البرتغالي وتقاس، كريستيانو رونالدو تفضل، لا حتى من بين اللاعبين اللي تقاسوا في الرجاء كاين لاعب اللي كان حريص معاهم، ما كانش من غير ما كانش معاهم لاعب اخر كان حريص جد الحرص انه ما يعني يعني يلتزم يعني ما كانش كيسلم حتى واحد، ما كيدخل عنده الغرفه ديالو الشومبر على ما كيحكيو الناس المحيطين، يعني واخد الحيطه والحجر ديالو وهو تقاس بالفيروس. بمعنى من 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 يعني ما نحملوش او نبقاو يعني نديروا المسؤوليه على الفريق ونقولوا هذا وضع يعيشه الجميع، نسال الله تعالى العافيه وانه يترفع. كاين اشياء اللي الفريق مفروض انه يحتاط فيها وانه يدير فيها الحجر، وكاين اشياء اللي فوق الطاقه ديالو ما غتعرفش كيفاش انه غادي ينتقل هذاك الفيروس من هذاك اللاعب لاعب اخر. شفنا حتى تبادل ديال الاقمصه بين اللاعبين، ولكن هما مشاو اللاعبين ديال الزمالك داروا اليوم مسحه طبيه، جميع اللاعبين هما سلبيين، في حين ان خمسه ولا سته في الرجاء من بينهم اللاعبين اللي كانوا في الماتش ومن بينهم اللاعبين اللي تبادلوا الاقمصه كان فيهم الفيروس. بالتالي هنا ما يمكنش تاخذ واحد قاعده عامه وتقول راه هي اللي مفروضه خصها تتخذ في هذا الوضع الوبائي. هنا اللي كنتمنى هو الشفاء العاجل لجميع المصابين، وثم الى تاجل الماتش فهو يكون في مصلحه فريق الرجاء الرياضي من اجل ان هاد اللاعبين بعدا نفسيا يكونوا مرتاحين ويرجعوا يعني النفسيه ديالهم العاديه، يتخلصوا من الفيروس، وكذلك اللاعبين المصابين اللي كنعرفوهم هما اللاعبين المؤثرين شاكير، سند الورفلي، عمر بوطياب، جبيره، هادو كلهم لاعبين اللي هما مهمين، واللي تاجلت المباراه فراغ يكونوا عندهم واحد المتسع من الوقت اضافي من اجل استعداد ومن اجل انهم يكونوا في المستوى ديالهم باش انهم يخوضوا المباراه. هي دي المعطيات التي تتوفر لحد الساعه، اخبار تفيد بان الامور تتمشي الى التاجيل والموافقه، المعطيات اللي كتقول بان الكاف كتعامل مع دول وما يمكنش لها بان ترفض قرارات خاصه وسياديه لوزاره الصحه و كذلك وزارة الداخلية. غادي نشوفوا بطبيعة الحال آخر ساعات، لأن نورمالمون غدا في الصباح غادي يكون القرار إلى أبعد تقدير، يعني قبل الزوال ولا هذا غادي يكون القرار، لأنه خاص يكون قرار رسمي قبل 48 ساعة من إجراء المقابلة، أليس كذلك؟ وكنتمنى كما قلت القرار يكون في صالح الرجاء وانه يتاجل المباراه، لان ما يمكنش الا درت نديروا غير واحد التحليل اللائحه ديال الرجاء الافريقيه كانوا فيها اللائحه الافريقيه فيها 30 لاعب، هاد 30 لاعب فيها خمسه اللاعبين ما بقاوش في الرجاء، منهم ياجور، منهم كوليبالي، منهم غازوت، منهم اصلاح، يعني واحد اربع خمسه اللاعبين ما بقاوش، حميد احداد كذلك واحداد، هاد خمسه اللاعبين ما بقاوش، الى ضفنا لهم اللاعبين المصابين بكورونا اللي هما 8 على 5 ولينا كنتكلموا على 13 لاعب. نعم. غنضيفوا لهم 4 ديال اللاعبين اللي هما مسجلين لحد الساعه كنقول في الفيد ماتش الاخيره مسجلين انهم مصابين اللي هما 4، لينا كنتكلموا على 17 لاعب. الى ضفنا لهم في اللائحه كاين دويك
اللي هو باقي في العمليه الجراحيه يلا كيستر هذا الاداء، كنوليو في 18 لاعب. الى ضفنا اليوم كذلك الرحيمي لان لاعب دير عمليه جراحيه، اكيد ان الصحه ديالو ماشي هي الصحه ديال اللاعب اللي غيكون جاهز 100%. يعني ولينا في واحد 19 ولا 20 لاعب من اللائحه. يعني انا قبيله فاش كندير الجد لقيت 9 ديال اللاعبين اللي هما غيكونوا زعما في مستوى يعني جاهزين، وعاد باش اللاعبين بيناتهم ثلاثه لا بيناتهم ثلاثه الحراس، يعني سته اللاعبين وثلاثه الحراس ولاعبين يساعدوا على التشكيله. هذه مده دريوش اليوم شبان والهبطي، هذه مده ما بانوش مع الرجاء، ما بانوش مع الرجاء. يعني كيفاش غادي تكون، يعني كيفاش الفريق غيمشي يلعب بهاد 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 اللائحه هذه، غيمشي يشارك وغيمشي يلعب مباراه اللي هي مهمه واللي هي حاسمه. ف راه ما كنقولوش يعني راه الرجاء كيفما الوداد كنتمنوا انهم يديروا نتيجه ايجابيه، وكنتمنوا ان الحظوظ ديالهم تكون باقا قائمه، وان كانت يعني كنقولوا كرويا تعقدات المهمه ديالهم، ولكن في كره القدم كل شيء وارد. الى عقلتي راه الرجاء كانوا خسروا هنا بجوج زيرو، ونيت مع جمال السلامي ومشاو ليه في الزمالك وربحوا بثلاثه. ممكن انهم يكرروا الاداء، ممكن انه يكون الاقصاء، ولكن على الاقل يمشي الفريق هو مكتمل الصفوف، وما يكونش يعني كيعيش. راه ملي كنتكلموا على كورونا راه كنتكلموا على الحاله دابا حنا عفوا حنا ما ربما ما تقاسيناش الحمد لله، يعني ما كنعرفوش، ولكن نشوفوا النفسيه ديال الناس المصابين كيفاش كتكون. راه واخا لاعب ولكن راه بشر، عنده نفسيه، عنده مشاعر، عنده احاسيس، عنده عائله، بزاف المعطيات كتدخل، بالتالي ما كيكونش نفسيا ولا ذهنيا مستعد انه ياخذ مباراه. انت غيكون مستعد ملي يعاود الفحوصات وتطلع الفحوصات سلبيه ويتاكد فعلا انه ما بقاش فيه الفيروس، ديك الساعه على الاقل بعدا غيكون مرتاح نفسيا وممكن انه ياخذ المباراه. هذا هو الوضع اللي كاين حاليا. ما رايك في الضجه التي اثرها تصريح الرحيمي اللي قال بان الحكم جا عنده وكل ما خلفه تحكيم اليوم وقال له راه انت تشكاو منك وقالوا كتغش في الملعب كتبدا تطيح بالعاني وهذه الاشياء هذه، شنو رايك في الضجه وضجه كبيره خلفها تحكيم اليوم بطبيعه الحال؟ هو الاجماع ما كيجيش من فراغ، مادام تيكون الاجماع الا وكاين ممكن يخطا واحد ولا يخطا جوج في الراي ديالو، ولكن ملي كيكون اجماع ديال الجماهير ديال المسيرين ديال المتتبعين ديال المحللين ديال القناه الناقله الرسميه بين سبور ديال الحكام اللي كيكونوا مثلا متبعين المباراه، فمايمكنش هاد الناس كلهم غيكونوا خاطئين والحكم اللي غيكون عصاوه. ما حدث في المباراه ديال الرجاء وما حدث في المباراه ديال حسنيه اكادير وبركان، هاد جوج المباريات كياكدوا بشكل كبير بان عندنا مشكل في الاتحاد الافريقي وفي القاره الافريقيه ككل على مستوى ديال التحكيم وعلى مستوى كيفاش كتدبر الامور. كاين اشياء اللي خصك تعاود. سي محمد بعد شويه الصوت ديالك، تفضل. كتسمعني دابا؟ تفضل. قلت كاين اشياء. لا سي محمد بعدتي ولا بدلتي المكان ولا بعدتي الميكرو على على على, على, على الفم ديالك ولا شي حاجه بحال دابا مزيان؟ دابا احسن. وي دابا احسن. قلت بان كاين اشياء اللي خاص تعاود فيها النظر. لا سي محمد عاود رجع الوضعيه الاكتفاء دابا شويه الله يخليك. واخا لان الصوت ديالك كان مشى كاريمون تقريبا خلوك يتسمع بشويه. تفضل سي محمد. هنا قلت بان كاين اشياء اللي خاص تعاود فيها النظر داخل الاتحاد الافريقي. نعم. وحشومه اننا في مباراه كبيره ديال نصف النهائي بين فريقين كبيرين، لا الزمالك ولا الرجاء، محتاجين للدعم ديال الحكام. وباش يمشي حكام عند لاعب ويتكلم معاه بهذه الطريقه قبل من المباراه، فهذا كياكد بان كاين مشكل. اشنو اللي خلى هذا الحكام يتيق الروايه ديال الزمالك المصري ويكذب رحيمي؟ اشنو هو المعطى اللي غيخلي انه واش تفرج فيه، واش سبق يعرفوا عن سابق معرفه، واش بمعنى هاد الاشياء كما كنقولوا حنايا عن سبق اصرار وترس. يعني هاد الحكام الا وجاي باش يؤدي واحد المهمه، وهذيك المهمه ما غاديش تعطي يعني الاحقيه غير للزمالك بانها مثلا يعني تفوز في المباراه بالطريقه اللي بغات، او انه يكون ظلم تحكيمي للرجاء، ولكن راه كتسيء للكره في القدم ككل في القاره الافريقيه، وكتسيء لنا ك ك ك ك كرياديين. والاخطر من ذلك انها يعني الرجاء يتعرض لظلم تحكيمي في المغرب،
نتفهم ان الرجاء تعرض للظلم التحكيمي او الوداد في تونس كيف ما وقع الموسم الماضي في النهائي ديال الترجي والوداد، وكيفاش ان الفضيحه الكبيره ديال الفار. نتفهم مثلا في الجزائر، نتفهم مثلا في خارج المغرب في القاره الافريقيه كيكون ممكن نتفهم ان الرجاء او الوداد يتعرضوا للظلم التحكيمي، ولكن باش تعرض فريق بحجم الرجاء للظلم التحكيمي داخل المغرب وفي الميدان ديالو، فهذا راه كيطرح اكثر من علامه التساؤل، وهذا كياكد بان راه كاينه اشياء اللي كتمارس او اللي كدار في الكواليس اللي ماشي في مصلحه كره القدم الوطنيه. ما نبغيش انا فريق مغربي يكون كينافس من اجل واحد اللقب اللي غيضاف للخزينه ديالو والخزينه ديال كره القدم الوطنيه تعرض للظلم بهذا الشكل. هذا راه 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 حشومه، وحنا الان في هاد في هاد في 2020 ونشوفوا الرجاء او الوداد كتعرض او اي فريق مغربي كيتعرض لهذا الظلم هذا. كذلك المباراه ديال بركان كانت فيها اخطاء تحكيميه اللي قاتله، كيفاش الحكم كيصفر وكيعلن على ضربه جزاء بديك الطريقه، وكيفاش مثلا الحكم ديال الرجاء ما كيرجعش في ولا لحظه من اللحظات للفار والتقنيه. علاش دار ديك التقنيه ديال الفار الا ما كانش غتستعمل في الحالات اللي هي حاسمه مثل ضربه الجزاء ديال الرحيمي، مثل ضربه الجزاء الثانيه اللي كانت لمسات الكره في اليد، واش ضربه جزاء ولا لا كيبقى الجدل قائم، مثل الخطا ديال الرحيمي على ما شاف مربع ديال العمليات. يعني هذه اشياء كتبين بان الحكم جاء ادى واحد المهمه واداها بنجاح، وحرم فريق الرجاء الرياضي من الحق ديالو في انه يكون عنده تكافؤ مع فريق الزمالك على مستوى القرارات التحكيميه. انا ما كنقولش على مستوى النتيجه، كانت ممكن ضربه جزاء تماركا وكانت ممكن انها ما تماركاش كما شفنا عند الوداد، صفر الحكم على انها ضربه جزاء وراه بديعوك ضيعها. يعني انا ما كنتكلمش عن النتيجه بقدر ما كنتكلم على التكافؤ على مستوى القرارات التحكيميه. كانت خصها تكون قرارات تحكيميه عادله وتخلي اللاعبين ديال الرجاء يلعبوا في ارتياح، لاننا كنشوفوا من غير ضربه الجزاء فاكثر من ضربه خطا الحكم كيصفر. ملي كتكون الكره مثلا غدا في الاتجاه ديال الزمالك كيصفر باش يهرس اللعب بهذا المصطلح الكره اللي كنتكلموا عليه، باش هذه اشياء اللي ما خصش فرق بحجم الرجاء ولا الوداد يتعرضوا. ماشي غير الرجاء اللي خصو يدير احتجاج، ماشي غير الرجاء، راه المعني ماشي غير الرجاء، راه المعني كره القدم الوطنيه، راه كانت الجامعه خصها دير احتجاج كهيئه مشرفه وكان رجاء ولا وداد منضوي تحت منها، كانت هي خصها تساند الرجاء في الخطوه ديالها، لان الرجاء كيف ما قلت راه تمثل كره القدم الوطنيه. راه ملي وصلت الرجاء ولا وصلت الوداد ولا بركان ولا كذا، فهذا راه تشريف كره القدم الوطنيه، وبالتالي خصنا نحافظوا على هذا الامتياز، وخصنا نحافظوا عليه باننا ندافعوا على هاد الفراقي هادو، وباننا نساندوهم، وباننا نوفروا لهم الظروف باش انهم ياخذوا المباريات في ظروف اللي هي جيده ويحققوا نتائج اللي هي ايجابيه وجيده، خصوصا انك تلعب ضد انديه اللي هي متمرسه في القاره الافريقيه. ملي كتكلم على الزمالك ولا على الاهلي ولا على النادي الافريقي ولا على الترجي، فهاد الانديه اعتادت انها تكون في المنافسات الافريقيه اما في نصف النهائي اما في النهائي، خصوصا الانديه المصريه. بالتالي انت غتلعب ضد واحد الانديه او منافسين اللي هما عندهم تجربه وعندهم لاعبين اللي هما في المستوى وما محتاجينش للحكم، ومع ذلك يجي الحكم حتى لبلادك وكيظلمك. نعم. الا ما تنصفتيش في المغرب فين غادي تنصف؟ سؤال يعني مهم جدا. هاد الامور يعني خصنا نبقاو نردوا ليها البال. احنا ما كنطلبوش من الحكام اللي يجوا للمغرب يجاملونا او يجاملوا الرجاء ولا يجاملوا الوداد. الرجاء ولا الوداد ما محتاجين حتى شي واحد، محتاجين انهم يلعبوا وانهم يحققوا النتيجه بشكل عادل. احنا ما كنبغيوش حنا يجي شي حكم يفافوريزي الرجاء ولا الوداد ضد فريق اخر. هذاك الفريق ما وصل للنصف النهائي الا ودار واحد المجهود. الرجاء ولا الوداد ولا حسنية اكادير ما وصلوا للنصف النهائي الا وانهم واجهوا فرق كبيره، الا وانهم حققوا نتائج اللي هي ايجابيه. بالتالي كان خصهم يتعاملوا بواحد المعامله عادله في القرارات التحكيميه، وما تكونش معامله ظالمه، لان اللي شفنا البارح معاملات ظالمه للحكام
ضد الرجاء وضد حسنية أكادير وحرموهم من حقوق ديالهم في أنهم يكونوا يعني عندهم امتياز أو عندهم يعني أحقية باش أنهم يكونوا عندهم نتيجة أفضل من اللي تحقق. الآن الزمالك فيز على الرجاء بواحد الصفر، ولكن الرجاء غادي تلعب ودائما عنده واحد الهاجس اللي كان عنده داخل المغرب في الدوري الاحترافي، ها هو باقي عنده حتى في الدوري في عصبة الأبطال، هاجس ديال الخوف من القرارات ديال الحكام. من يجي حكم عند لاعب ويقول لي هذا الكلام هذا، بالتالي كاينه رسائل توجه للحكام من مسؤولين او من جهات باش انهم يعني يضغطوا او انهم يخرجوا اللاعبين ديال الرجاء من المباريات، لان هذا الحكم ما كيعرفش شكون هو سفيان الرحيم، اللي كيقلب على 21 ما كيعرفش شكون هو سفيان الرحيم، ما كيعرفش شكون هو مذكور، ما كيعرفش شكون هو. هاد الحكم قالوا ليه فلان هو الرحيمي، غتقول ليه وغتقول ليه علاش؟ ما دين علاش، من احسن اللاعبين اللي كانوا، هداف ديال الفريق، سجل اهداف حاسمه في مباريات الدوري الاحترافي، كنقولوا اللاعب كما كنقولوا هذا الموسم في الطوب ديالو، بالتالي هذا اللاعب باش مشي تقصدو وانت حكم ما كتعرفوش، اذا عندك واحد رساله من واحد الجهه. يعني هذا الشيء اللي تمارس ده قال له على حسب كلام الحكيم الرحيم عفوا، قال له الزمالك قالوا ليها الزمالك او غيرهم، انا ما غنسميش الجهه، ولكن كنقول انا ما نظنش في تقديري الخاص ان تكون الزمالك قالت لي وغادي يجي ياخذ بالراي. علاش؟ لان الزمالك طرف، حتى انا ملي غنكون طرف غنبغي نضغط على الحكام او ندوز ليه دي ميساج باش انه مثلا نحدو من الفريق الاخر، ولكن هذا الحكام بالتجربه اللي عنده بالمباريات اللي خدا ما غيمكنش يسمع الروايه ديال الزمالك ويجي يطبقها على الرجاء. انا كنظن كاين جهات اخرى هي اللي هضرات مع الحكم وهي اللي وجهت لي هاد الرسائل، والدليل هو انه ما رجعش حتى شي لقطه من لقطات الفار، وكان الناس مصممه باش انه ما يرجعش للفار. وهذه ونتكلموا على الصحافه المصريه بان الحكم كان في الفار اللي هو جزائري غربال، لغريب الصدف كيف اخر مباراه خدات الزمالك افريقيا كان هو الحكم بالمقابله. غريب الصدف، غريب الصدف، ماشي غريب الصدف، هذه رسائل، هذه ماشي غريب الصدف، هذه رسائل، لان ماشي غير جاو تحط محطوط الناس عارفين الهيئه المشرفه على 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 التحكيم في الاتحاد الافريقي، عارفين داك الحكم هو اللي دار هذه المباراه. يعني ماشي صدف، هي رسائل كتوجه وهي امور تطبخ وهي اشياء كتوجد باش ان اللقب يكون في واحد الاتجاه. وهذه اشياء كما قلت بان هنا كنزيدو ناكدو كما في كل مناسبه بان كره القدم في القاره الافريقيه ككل هي تعاني وما عمرها غتطور وهي كتفي هذه الممارسات. كان دائما كنبقاو نسالوا علاش وكذا، ممكن اننا نمشيو نلعبوا في واحد المستويات مثلا منتخبات ونواجهوا مثلا منتخبات اوروبيه وكذا، ولكن على مستوى الممارسه عامه في القاره الافريقيه وعلى مستوى تطوير وعلى مستوى الاداء وعلى مستوى السير الاداري وعلى مستوى، دائما غنبقاو نعانيو لان دائما عندنا ممارسات اللي هي مشبوهه وعندنا مسؤولين اللي ما كيحترموش المناصب ديالهم وما كيحترموش المسؤوليات ديالهم وما كيخليوش ان العدل يسود في المباريات. وهذا الشيء شفناه العام اللي فات مع الوداد، تحرم من لقب مهم في التاريخ ديالو بواحد المعامله اللي هي سيئه وبقرارات تحكيميه ظالمه وبخدعه ديال الفار، وحنا كنشوفوه مع الرجاء. والى متى غيبقاو يظلموا هاد الانديه الكبيره؟ كنديروا مجهود كبير باش اننا نوصلوا لهاد الادوار، وفي الاخير كيجي حكم موجه من واحد الجهه وبقرار ظالم كيحرمك من واحد اللقب اللي درتي عليه واحد المجهود ديال الموسم. واش هاد الشيء مقبول؟ هاد الشيء ماشي ما مقبولش، وهاد الشيء غنأديو الضريبه ديالو في, 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 في كره القدم الوطنيه مستقبلا، لان الا ما دويناش اليوم وكنشوفوا في الانديه ديالنا في العقر الدار كتظلم، فراه غنوليو بحال كنقول واحد السلعه رخيصه عند 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 الحكام يديروا ما بغاو. علاش انا قبيله قلت بان راه ماشي غير الراجل اللي كان خصو يحتج، ولكن حتى الجامعه تتحمل المسؤوليه. راه ملي غادي دير الراجل اللقب ولا الوداد اللقب، راه يحسب للوداد
ويحسب لكرة القدم الوطنية، والجامعة هي المشرفة على كرة القدم الوطنية. جامعة مشكورة أنها تدعم الأندية وتوفر لهم وكتعطيهم منح تشجيعية باش أنهم يتأهلوا من دور لدور وكتأدي لهم يعني السفر، ولكن هذا غير كافي، هذا غير كافي. خاص تكون بجانب الأندية في هذه المواقف، وخاصها تضغط كيف ما كيضغطوا جهات أخرى وكيف ما كيضغطوا مسؤولين دول أخرى من أجل أنهم ينتصروا الأندية ديالهم. إذا ما كناش غننتصروا الأندية ديالنا، أنا ما كنقولش أنهم تكون ممارسات مشبوهة، لا، الضغط من أجل أنهم يستافدوا من الحق ديالهم كامل وما يظلموش تحكيميا. نعم. هذا هو اللي كنطالبوا به. أما إحنا ما كرضاوش على أنفسنا ناخذوا شي حاجة ماشي ديالنا، ناخذوا شي حاجة ماشي ديالنا بهذا الأسلوب. نعم. حنا ناخذوا الحق ديالنا، واللي يستحق هو اللي خصو، اللي يستحق، اللي جاهز، واللي عنده الخبرة، واللي عنده اللاعب الممتازين، واللي كان في نهاره واللي قدر أنه يفوز هو اللي يفوز، ونصفقوا له ونشجعوا. الوداد بالقاهرة، الوداد يبحث عن أمل صعب، تنعرفوا الوداد وكل ما عناه الفريق في المقابلة الذهاب، آخر لحظة وقرر أشرف داري دخول الوداد، ضياع البيلنتي إلى هدف ثاني للأهلي الذي صعب المأمورية. لا شيء مستحيل في كرة القدم، إنما هل أنت متفائل بتواجد الوداد بالقاهرة بمباراة العودة اللي غتكون يوم الجمعة أمام فريق أهلي المصري؟ أنا متفائل. إلا سمحتي تعاود ترجع الميكرو فين كان، لأن صوتك عاود هرب. تفضل سي محمد بالعودي. قلت أنا متفائل لأن كرة القدم ما فيهاش منطق وما عندهاش منطق، وكما قلت قبيلة راه فريق الرجاء خسر مع الزمالك 2-0 في المغرب، ومشى للمصر وربح 3-0. بمعنى إلا مشاو اللاعبين ديال الوداد فاقدين الامال، ولا المسؤولين حاسين براسهم بانهم فاقدين الامال، فراه يدخلوا منهزمين. فريق الوداد خصو يدخل من اجل انه يلعب، ما عنده ما يخسر. دابا خساره كانت في المغرب، خصو صحيح مهمه صعيبه لانه ولا خصك تماركي جوج الاهداف وما يتسجل لك حتى شي هدف. وبالمستوى اللي ظهر به الوداد في الذهاب فهو مستوى اللي ماشي ديال الوداد، كان الوداد بعيد عن المستوى اللي كنشاهدوه به في المباريات الافريقيه في السنوات الاخيره. كان وداد بعيد عن المستوى، كان اللاعبين يعني عليهم واحد الضغط اللي كبير. الان شافوا المستوى ديال الاهلي، عرفوا نقاط القوه والضعف ديال الاهلي، غيمشي يلعب الفريق من اجل انه يدافع الحظوظ ديالو اللي باقا في التاهل. 90 دقيقه ممكن تجيب اي سيناريو انه يكون، غير خاص يدخلوا عازمين على الاقل بعدا، حتى الا ما كانش التاهل يكون الفوز ولو بهدف واحد، باش يبقى داك يعني نقولوا بان يعني الوداد ما فقش يعني القوه ديالو، وما كانش يعني هزيمه في المغرب وهزيمه لا قدر الله في مصر. بالتالي انا غنبقى دائما متفائل الى ان يعني على الحكم على النهايه ديال المباراه ديال 90 دقيقه، وكنتمنى زعما ان يعني الوداد يمحي ديك الصوره اللي بان فيها في المغرب، ويظهر بصوره اللي هي مشرفه، يوقف كما كنقولوا الند مع اللاعبين ديال الاهلي، ولما لا انه يذوب الفارق ديال الهدفين، وان شاء الله يجيب التاهل من القاهره. تحياتي سي محمد بن العودي، وكنشكرك كثير على انك كنتي معنا في هذا المباشر لبرنامج تاكتيك. شكرا سي محمد بن العودي. مرحبا سي يعني بارك الله. شكرا. لحد الساعة تصويب لا قرار رسمي لحد الساعة بخصوص تأجيل المقابلة. الأمور تسير في هذا الاتجاه، إنما بعد اجتماع مسؤولي الرجاء اليوم مع سي فوزي القجع والحديث ديالو مع مسؤول عند كاف، فالكاف طلبات من الرجاء تعطيها الدفعات، وعلى ضوئه غدا سيكون اجتماع لجنه الطوارئ عن طريق الفيديو كونفرنس، ومن ثم غيكون القرار. انما استبعد بان القرار يكون مغاير لما يروج حاليا بانه ما يكونش تاجيل، كنظن غيكون تاجيل، لان كنظن بان الكاف يحترم سياده المغرب بطريقه كبيره جدا، وتعرف مزيان
المغرب شنو تيدير مع جهاز اتحاد الافريقي. جات الطوارئ تجتمع يوم غد وتعطي القرار ديالها، والذي غيكون في غالب الاحيان تاجيل المقابله لمبدا تكافؤ الفرص، وانه يلعبوا بزوج بطريقه عادله بعضياتهم، واللي ربح مرحبا به، ديجا لافونتاج هنا بالدار البيضاء كان عن فريق الزمالك المصري. علاقه بالموضوع مرتضى منصور اللي غنعاود نقول كلامه زوين انما لا يقدم ولا يؤخر. علاش مرتضى منصور توقف رسميا من طرف اللجنه الاولمبيه المصريه، والتي فعلت قرار عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم اللي بعث الكاف، وفعلوا القرار عن طريق اللجنة الأولمبية الدولية. الآن مرتضى منصور تعرف القرار، ولكن فين؟ في المحاكم المدنية التي ستأخذ وقت، إنما فعليا القضية الرياضية فهو موقوف. يمكن هو يقول لفرقته لأن كيسمعوا له، هو اللي باقي كيسير على البعد ولا يوقفوا، إنما رسميا يكتب شي حاجة لا يعتد بها عن طريق الكاف. يعني واخا يقول الكاف أنا بغيت أجل، إذا الكاف ما بغاش ما بغاش، ولن يسمع عليه مرتضى منصور، لان بالنسبه لهم غير موجود اداريا، انما يحسب له ذاك الموقف. ولكن سمعوا تدخل ديالو باحد القنوات المصريه على الموقف ديالو من طلب تاجيل كاين ديال فريق الرجاء الرياضي. انا موافق على اي تاجيل لماتش الزمالك والرجاء علشان الولاد اللي عندهم كورونا، لان احنا شعب واحد، احنا عارف ان انا راجل قومي عربي، من غير ما اتحاد افريقي يقول انا اللي عامل المبادره اهو. بقول موافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، المباراة الثانية اللي في القاهرة، لغاية ما أولادنا لعيبة الرجاء يتم شفاؤهم بإذن الله. هذا كان مرتضى منصور بطبيعة الحال رئيس فريق الزمالك المصري. يمكن ما كنتيش كتسمعنا السي سعيد الحضري قبل قليل، ما كنتيش كتسمعنا، لأن تحدثنا عن الموضوع مع أنا والسي محمد بن العود. علاقة بالموضوع وبهذا التحكيم اللي كان إعلامي مصري، باش ما نتكلموش حنا، باش ما نبقوش حنا نتكلموا حنا. علاء صادق اليوم معروف، علاء صادق غادي نسمعوا على القضية ديال الحكم غربال اللي هو الحكم الجزائري كان في الفار، باش تفهموا نوعا ما ماذا يدور في الكولسة داخل الجهاز، على حسب طبيعة الحال نفس الصحفي الذي يخبر جيدا العلاقات التي تدور بالكولسة هناك. هو لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بقت أسوأ من لجنة الحكام بتاعت عمرو الجنايني ووجيه باكابورت في الاتحاد المصري. هو في إيه؟ هو إزاي الحكم الجزائري مصطفى غربال يبقى الحكم الملاكي للزمالك في دوري أبطال أفريقيا؟ هو في إيه؟ هو ما فيش في أفريقيا حكام علشان مصطفى غربال يتكرر لنادي الزمالك ماتشين ورا بعض. خلاص افريقيا خلاص جفت، اكرر مصطفى غربال للزمالك ماتشين ورا بعض. سبحان الله، الموضوع اكبر وابجح واوقح من اي حاجة تانية. تخيلوا معايا الحكم الجزائري مصطفى غربال هو اللي ادار اخر مباراة للزمالك قبل ماتش الرجاء. تخيلوا الترجي لما لعب مع الزمالك في تونس في اياب دور الثمانية، كان مين الحكم؟ كان الجزائري مصطفى غربال. طب تخيلوا مين حكم الفيديو اللي كان مع الكاميروني اليونيانت في فضيحة ماتش الرجاء والزمالك؟ هو مصطفى غربال. خلاص مصطفى غربال بقى الحكم بتاع الزمالك، بقى هو لاعب نمرة 12 في نادي الزمالك. هو في ايه يا جماعة؟ هو افريقيا دي كلها مفيهاش غير مصطفى غربال عشان ماتشات الزمالك؟ الموضوع بقى، لا ده الموضوع بقى فضيحة فضيحة فضيحة. علاء صادق على الحكم، والناس كيقول لي حتى هو ما تيكرهش، هو عنده موقف عدائي مع رئيس ديال الزمالك وليس مع الزمالك. هو الحق يبغي، هما في مصر ما عندهمش هذا المشكل الاعلامي، يبغي الفرقة ودي يبغي الفرقة، ما عندهمش هذه المشكلة بطبيعة الحال. دائما علاء صادق ميدو جاب واحد الخبير انجليزي كان حكم سابق دولي دار 30 سنه ديال التحكيم، وسولوا قالوا اللقطات، يعني كان ينتظر اراء الحكم بطبيعه الحال. فعلاء صادق علق على هذه النقطه والجواب بطبيعه الحال ديال الحكم الانجليزي على الميدو الذي استضاف هذا الحكم باحد القنوات المصريه. انما احنا خلاص اكتشفنا ان الكاميروني اليونيانتي اللي لعب مباراة الزمالك في الرجاء في
المغرب ظلم الرجاء ظلم بشع وكل الناس قالوا كده، لدرجة ان خبير تحكيمي انجليزي اسمه جلجر استضافه ميدو ميدو الزملكاوي 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 وعرض عليه لقطة البنالتي بتاعت احمد عيد ضد الرجاء في الدقيقة 13 قبل الجول بتاع الزمالك، كانت النتيجة 6-0، فالخبير الانجليزي جلجر ده كان حكم دولي قال له لعبة واضحة جدا، بينالتي واضح جدا، وبينالتي واضح والحكم قريب قوي وشايف كويس. قال له ازاي الحكم ما حسبهاش؟ ازاي الحكم ما حسبهاش؟ البينالتي واضحة جدا جدا، من اسهل ضربات الجزاء اللي لاعب بيعوق لاعب داخل منطقة الجزاء والحكم قريب. كان ناقص يقول له الحكم مرتشي عشان ما حسبهاش. هذا طبيعة الحال احنا مش نتكلموا، احنا هذا اعلامي مصري وميدو هو اللي استضاف ميدو فرا مدرب الزمالك ولو علاقات مع امين مرتضى، واستضاف الحكم قالوا الله يخليك قول لنا، قال له دي اليوم اليوم كان قريب لك اللقطه كيفاش ما سيفلهاش؟ قال له ما يحتاج لافار لا والو، اللقطه قريبه وحدها علاش ما سيفلهاش؟ يمكن لا سمعتوا القصه ديال الرحيمين فهموا شويه، قدروا فهموا الله اعلم، قدروا فهموا علاش ما سيفلهاش مثلا، واش كان قاصد ما يسيفلهاش؟ هذا بطبيعة الحال على دقة يعني إن هو تكلم عن المخرج، أنا مريحة الساعة المقطع المخرج نرجعوني من بعد، هي معروفة باش ما ندخلوش في هذا النطاق، لأن الآن المباراة غنشوفوا شنو غيكون القرار النهائي بطبيعة الحال. كنحييكم كثير، كنعاود نجدد اعتذاري للأخت اللي كانت شخصيا رئيسة إداري والقانوني، شخصيا تجدد اعتذاري لأن بجميع الأحوال تكون فوكونت ما تكونش كونت ما كانش خصني تكلم بتلك الطريقه، اجدد اعتذاري للاخت ندى بناني بطبيعه الحال. كنحييكم كثير 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 اللي تابعتونا خلال هذه الحصه، موعدنا غدا ان شاء الله في برنامجكم تاكتيك. تحيه خاصه للسي محمد اللواحي والسي خالد فرحان اللي كانوا معنا وراء الكاميرا وفي الاعداد، ليله سعيده للقاء. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.